في فبراير لعام 2019 أطلق حامل لواء التطور والتقدم لرؤية المملكة 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رؤية العلا لتطويرها وتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث مع الحفاظ على طابعها التراثي والثقافي كونها أكبر تراث أثري وثروة وطنية وأغنى وأقدم المواقع التاريخية على مستوى العالم، فهي نموذج حقيقي للتبادل والتفاعل بين الثقافات وثرواتها التاريخية التي تعبر عن مكانة وعراقة تراث المملكة العربية السعودية. ملتقى للسياح مشاهدة آثارها وقمم جبالها، فهي مشهد تاريخي وأثري لا يمكن أن تراه في مدينة أخرى كالعلا، والتي وصفها المؤرخون بأنها مرآة حضارات العالم القديم بالجزيرة العربية. ومخزون تراثي وثقافي وسياحي قلما يجتمع في مكان واحد، وهي تتمتع بموقع جغرافي تميزها عن غيرها من المواقع بتشكيلاتها الجبلية المتنوعة وواجهاتها الصخرية المنحوتة وكثبانها الرملية الذهبية. العلا أحد أفضل القرى التراثية تميزا بالمملكة لسحرها الكامن في جدرانها الطينية وطرقاتها الحجرية، فهي إرث عظيم وجملة من الثروات البيئية الطبيعية والتاريخية والتي تفسر معالمها قصصا وأحداثا للحضارات القديمة على أرض الجزيرة العربية. لقناة اقرأ عمر